السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لك كل جديد. والآن وفيكم في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 يونيو 2022 ونبدأ. الذهب عيار 21 سجل جرام الذهب عيار 21 1005 جنيهات، كما سجل الجرام عيار 24147 جنيه، وسجل الذهب عيار 18862 جنيه، كما سجل الجنيه الذهبي 8038 جنيه، وسجلت الأونصة الذهب 1827 دولارا. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 يونيو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.